مساء الخير، شلونكم بهذا الظلام؟ اقبلوا، تخيلوا ساعة، لا تنصدمون، ساعة 12 ونص بالليل. اي والله، فتحت فيديو على يوتيوب، الفيديو كان اكو عرس، وبالعرس اجوا يطبخوا صواني مال اكل، رز بشعرية فوقه لحمة دجاج وقسم لحمة، يعني اللحمة الثانية مال، يعني خروف هاي الشغلات. والله العظيم انتظرت، طلعت شو اسمه الاشياء عم تفك، تعالوا نجرب لأنه ما تحملت بصراحة، لأن صراحة اشتهيت ضحى بطن، اشتهيت. سويت لك جوعات دجاج، وسويت تمن شعرية، والقدامكم إنسانة من الصبح ما ماكلة، سبب لأنه معدتي اليوم متأزمة فما قدرت آكل. بس سبحان الله، شفت ذولا واشتهيت، الناس عندهم عرس، فقلت يعني يا فرصة أقعد آكل. تعالوا نجرب. وهم شي، وها وكو ولد قال لهم ليش ماكو شعريه؟ فقالوا له يلا مشي ذيك هناك الشعريه، وراح اخذ الشعريه وقعد ياكل من الاشياء. فتخيلوا، طماطه لتشوعات الصوركم، وبصل وبهارات، يجنن حرفيا، يخبل. شوف الجمال، طماطم بعشرة مشوحه، واي. فبس وجبة تالي الليل. اسمعوا، ضحى هسه صارت وحدة الا ربع ليلا، تخيلوا صار قد ما ماكلة هيج من زمان. فتم النسف بنجاح الحمد لله، طعمه نار فوق الخيال، التشوعات مضبوطة. اليوم اجى على بالي نودلز، فحضرت هذه الوجبة. هاي لذيذة، نار ريحتها. حار، Esmeralda, you're all right. He can't go on much longer. I knew he'd be safe here. Please, can you hide? This way. Mm-hmm.
هذا سوي عجينة عملاقة وكلها أشياء، فصراحة بدي أحشيها. أحط معدنوس مجمد بالفريز، فشو كنت ما أريد ألقى عندي أشياء، فهذا الشيء كلش زين. ذكرون من جمدت البصل الأخضر، هسه شوفوا شلون احتاجيته وطلعته واستخدمه. يعني هاي الأشياء كلش تنقذني من أجمدهم، كلش كلش مفيدين. الباقي مع عضلة جبونات، وهنا سويت صوص طماطة. هسه أشوفكم يا لحظة. شوفوا الصوص شلون صار. ما حبيت أهرسها كلش هواي للطماطم، لا حبيت هيك تظل ثخينة. شوفوا. أوكي، طماطم، خضروات، بصل، شوفوا جمالهم. طبعا هسه آخر شيء أضيف الجبونات. زدت واو للجمال. وبس بصل اخضر مشوح، هنا بقدونس وسمسم وجبونات، جبونات وبصل عادي، بوت بالبهارات الحاره، وهنا رجعت هم سمسم وجبن هاي اشياء. اخر شيء صلصه طماطه وشوي وياها جبونات. هنا ندبس. هذه هي نفس العجينه بس كورتهم وغمستهم سمسم واشياء وبس، يعني صارت هيك شكله. هنا انا مخلل شاي. نغمس هاي صباع الجمال مالتها. اوكي، اشتهيتها بالدبس. الطعم مجنون، يعني هاي هيك بس سمسم طعمها خيالي والله. طماطم صباع الجمال. صباح الخير، صباح العافية، شلونكم؟ بدي أشوف تيمون وبومبا مال 94، هيجي شي نزل، هذا نزل قديم. فالمهم باحة من سويت هذول الفطائر، سويت وياهم هذولي. لحظة، نفس باحة المعجنات بس بالسمسم والأشياء. دبس، شاي، شاي صار جاهز. نانا مع الكركم والملح والشغلات. شلون صباحكم؟ كتبوا لي شكو ماكو اخباركم. سولا راح اكل هاي لين باح اكلتها واخذت قلبي. شوفوا الفيديو نزل بالموكبانج، طيبه طيبه حد الجنون. طبعا اني مو من الاشخاص اللي ياكل راسا حلا اول ما يقعد، بس اشتهيتهم. لذيذة. خلصت الاشياء المهمة، سيجى وقت نخلص اللوحة. اللوحة ما خلصانة بعد، لها هواي شغل، فمسح اقعد اكملها لان ماكو اي تفاصيل، بس هيجي اشياء معينة، فهسه لا لازم اشتغل على التفاصيل اكثر. بس هذولي عجبوني كلش كيوت، جد كلش حلوين. بس